بالنسبه لغلاء الاسعار والاتكال بالتجار يعني فيه ارتفاع في الاسعار مش ما فيه، لكن نتمنى من الأخوة التجار ولا يتقوا الله في المواطنين وفي ظروف البلاد، ولأن البلاد مش يعني ناقصها، يعني المفروض يكون في شوية تساهل في الأسعار، ويعني رزق الحلال بقدر ما يكون يعني حتى القليل منا إن شاء الله يسد، وإن شاء الله في ميزان حسنات. الحقيقة نحن نعانوا من غلاء الأسعار كمواد غذائية، كأدوية، كخضروات، كجزارة لحم، كلها الحقيقة الأسعار غالية، ومش غير في الواحات، في مستوى ليبيا كلها، في ليبيا كلها الأسعار غالية الحقيقة. ونحن شو بنقول لك، لا إله إلا الله، السيولة ديرتها في الشعب، ما فيش سيولة في المصارف، وكلها تعاني الحقيقة، وإن شاء الله ربي يجيب لما فيه الخير إن شاء الله بإذن الله. نحن طبعا كمواطنين ومن سكان بوحات ومنطقة شخرة، صراحة نحكوا على غلاء الأسعار، هذا غلاء صراحة يعني مهائل فوق اللازم. وبالنسبة وتو ما جاي إلى شهر رمضان، ونحن ما نبوش ان نقول والله هي كل المناطق تشكي من غلاء الاسعار، لكن نحن عندنا هنا بالنسبه لجهه الواحات ومنطقه الواحات غلاء بشكل لا يوصف. يعني طبعا غلاء الاسعار كل سنه في رمضان تكرر نفس الحركه، غلاء الاسعار في المحلات، بعد تسال التاجر تقول له كان الاسعار غاليه سني، طبعا التاجر يحط على الدوله يقول لك ما فيش اعتمادات، غلاء ارتفاع سعر الدولار واحد، طبعا يحط فعلي واحد المواطن، طبعا الكيد يجي على المواطن اللي هو رقد ريح اللي ما عندش حتى قوت يومه. فنتمنى من الدوله انها تتدخل في فتح اعتمادات للتجار لتخفيف عن المواطن. بالنسبه لغلو الاسعار بالنسبه للسنه هذا شيء غريب، يعني مش متوقع السنه هذه الاسعار غاليه بك على المواطن، والمواطن يعاني بما ان المرتبات هي اللي في قطاع ولا كنزاد، ممكن مانيش عارف الدولار هو ما تغيرش الدولار سعره، لكن اما التجار زادوا السعر، ولكن في اليه هي تخلي المواطن هو اللي مساعد في زياده السعر. الآلية اللي مفروض تتم، المواطن يجي ياخذ قوة يومه، ياخذ زي ما تقول علبة زيت، علبة طماطم، قيس ما يبي يروحها، لكن تم يكرروا الناس بالصناديق اللي عندهم فلوس والله ما عندهمش، ياخذوا بالصناديق وياخذوا بالشكاير الدقيق، خلاص السعر بيقعد هو، لكن كان تمك الواحد ياخذ في حاجته حتقعد ترقد البضاعة في المحلات، يضطر بتاع المحل التاجر ما عادش يعدي التاجر الكبير اللي هو عنده اعتماد ولا جايبه من برا، هذاك يضطر انه تسقط عنده ولا مدير يرخص للتاجر اللي يتعامل معاه، فلذلك تنزل الاسعار. فنرى ان السبب الرئيسي هو المواطن ياخذ بكميات عاليه ويخزن في حوشهم، كان كل واحد ياخذ في يومه، هذه الطريقه الوحيده اللي تخلي السعر ينزل اللي هو السعر الحقيقي. والله الاسعار السنه هذه والسنه اللي قبلها هي في رمضان طبعا الناس تعاني، عارفين أزمة السيولة وعارفين قصة المرتبات وعارفين قصة الوضع المعيشي اللي ساير. هنا مشكلة في الأسعار عندنا بصفة عامة، نحن في شخرة يختلف يعني في جالة وفرق جنيه، حتى في الكيلوات في الخضرة فرق جنيه يعني واجرة من المسافة اللي بيننا وبين جالة. وهنا نحن التجار نحن نازلين فينا الحق، هم التجار هم اللي غلوا في الأسعار، يعني جيت ألقى حاجة اليوم بعشرة تبرم وجيت ألقاها ب 11. هذه صارت قدامي في واحد من المحلات في شخرة هنا، قال له والله انا جبت بضاعه جديده ومشيت على نفس السعر. لا انت واخذها بايش وبايش ما تبيع، انت ما تقوليش واخذها بنفس السعر. وان شاء الله ربي يسهل، وان شاء الله نتمنى يعني من الحكومه وحاجات زي هذين المفروض السلع التموينيه تتدخل فيهن زي الطماطم والدقيق والسكر. نحكوا على غلاء الاسعار في ليبيا عامه وخاصه في منطقه شقره عندنا هنا، واستغلال التجار لهذه المناسبه يعني ولشهر رمضان، فهذا الموضوع يعني خلى الناس ما تقدرش تشتري اللي تبيها وما تقدرش تشتري الكمية اللي تبيها. يعني معقولة زيت يا راجل كان بسبعة ونص وثمانية قبل رمضان بأسبوع قعد بخمستاش وبأربعتاش، الدقيق كذلك، الرز، كل شيء يعني كل شيء، حتى دبش الحلويات الكذا. إن شاء الله الخضرة، بس إن شاء الله الخضرة تبقى بالسعر اللي قاعدة بيه تو وما ترقش، بس هذه تمنياتنا.
وان شاء الله ربي يقدر كل مواطن علي انه يشري اللي بيها وياخذ اللي بيها. والحمد لله شهر مبارك وان شاء الله تيسر، والحمد لله ان عندنا صندوق زكاه هنا في شخره، الحمد لله رب العالمين مش مقصر مع حد، وهذه يعني الحمد لله رب العالمين.